يو 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 حبايبي كرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس حبايبنا. طمنوني عليكم، ان شاء الله كل شيء لوز لوزوز. قبل ما نبلش بهذا المقطع حبايبنا الكرام، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام، ورجعنا لكم مقطع جديد يا اساطير. حبايبنا مثل ما انتم شايفين شباب، نزل اليوم 29 ابريل متجر الهكر حبايبنا مع كتير من الاشياء رح نشوفها مع بعضنا الان يا اساطير. خلينا ندخل شباب، ندخل ونشوف. اوكي طبعا حبايبي الكرام، صحه فطوركم، صحه سحوركم، صحه يومكم، صحه جوكم فسفس يومكم لوز اللوز. وخلينا ندخل ونشوف شباب المتجر. طبعا هذا الشباب السكين نزل من قبل بسيرفرات اخرى. اوكي رح نشوف حظي شباب، يعني اليوم يعني ما بعرف انا كل يوم شباب. طب ثواني شباب، خليني ادخل متجر هكر. وين متجر هكر شباب؟ بعد اشوفه وين. يلا وين متجر هكر شباب؟ اين هو؟ هذا هو متجر هكر شباب. المتجر هكر طبعا شباب موجود بالتقويم على اليمين وكل شيء كل شيء. لوز لوز. اوكي اوكي هلا هلا هات لنشوف شباب. طبعا شباب رح نشرح شرح سريع للمتجر هكر. في كثير من الناس ما بيعرف كيف واحد كيف نستخدمه. طبعا شباب هون في المتجر هكر في شيء يلزمكم تختاروا شيئين. اوكي شيئين رئيسي بالمتجر. طبعا اذا تحبون تاخذون شيء مثلا، تاخذون هذا او شيء ثاني من الموجودين هون، لازم تحطوا علامه الصح على اليسار. طبعا وبنفس الوقت في شيء اسمه جائزه اضافيه شباب. الجائزه الاضافيه حبايبي مثل ما انتم شايفين هي اشياء ثانيه. اوكي نفس الشيء تختارونها تمام ووضعكم تمام. طبعا هون شباب مثل ما انتم شايف شيء هذا مدمر القناع، المدمر القناع. حلو حلو، هذا ما بعرف اذا في عندي اياه ولا لا، بس راح ادخل بشي بسرعه اشوفه شباب، لانه صراحه بعرف متفاجئ ما اعرف اذا عندي اياه ولا لا. راح ندخل بسرعه عشان نتاكد منه اذا عندي اياه ولا لا. خلينا نشوف، والله اعتقد انه ما عندي اياه يا اساطير. هات نشوف هات نشوف هات نشوف. تك 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 نعمل كوستارات صارية للأقنية الموجودة عندي شباب. ايزي ايزي ايزي. اوكي اوكي ما عندي. ما انت يا شباب رح نروح نشوفه وين وين. هون بلادي هون بنحطوه متجر هكر. يا لهوي هذا لا شيت. اوكي متجر هكر متجر هكر متجر هكر. وين وين راح وين راح متجر هكر وين راح متجر الهكر يا اساطير وين. هذا هو ليك. يلا الخير خير متجر هكر. اوكي شباب يلا ركزوا معي وشوفوا شو راح نعمل ان شاء الله. يعني اول شيء اختار هاي، نختار هذا وهون على اليمين نحط تأكيد اساطير. نعم طبعا تأكيد الاختيار بعد التأكيد انت بكبتهم. اوكي معلم خلاص فهمنا. الان شباب صار الوقت الجد. الان صار وقت الجد شباب. كثير منكم قالوا لي عليكو اذا بتحاول تجيب متجر هكر حط شخصية ادم. اوكي اوكي شباب راح اجرب هاي الشيء. راح اجرب شباب راح اجرب شخصية ادم. كثير منكم قالوا لي نشوف حظي شباب. نشوف بدنا شو نجرب هالشغله، هل المره ترى راح يصير ولا لا؟ ادم، هاي حاطين ادم عليه مع نظارات ولوز اللوز، اي وينه يا زلمه؟ وينه يا زلمه؟ ادم تعال ادم تعال يا اخي تعال ادم. يلا نرجع المتجر هكر ونشوف. يلا بلش اول ضربه يا شباب. يلا فتحت. قول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا الله. ليتس جو. اول تلفي لن تتركني. هات لنشوف. يلا 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 ستخوي شباب ما بعرف شباب. لاحظت انه نوقف عند بس ولا شيء. لاحظت انه وقف، حسيت انه وقف عند القناع يا اخي. اجتهد برا. يلا 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 هات نشوف هات نشوف هات نشوف هات نشوف القناع. لو كان وقف عند يا شباب والله يعني يلا اخر لفه معلم. شباب المره الجاي اذا بشوف حدا بالتعليقات بقول لي عليكو احط شخصيه ادم احط شخصيه هذا هذا كله بيض شباب، هذا كله كذب. ما في هذا الشيء، ما في هذا الشيء شباب ابدا ابدا. من هذا الكلام ما في شيء. هذا الشباب اللي بيقول لي قال لي حتى ما بيمشي. صدقوني هذا الكلام من سوريا عن جد، يعني عن جد هذا الكلام نسوي شباب بعد عامل مرة مرة. هذا بعيد أوكي. من المنزل أفتقد عائلتي. أوكي معلم سلمني على عائلتك. خلينا نشوف الباقة شباب. الله عليك شباب هاي الباقة بدي أروح أجربها بساحة التدريب. أوكي بس هذيك بس راح أجربها هالمرة بساحة التدريب تبعت البوكس. ليك شباب
هذا هو القناع، تشوف القناع شكله، قناع بنعرفه يعني. طبعا شباب الشيء الحلو بال بدا باقي الثاني. طبعا شباب الشيء الحلو بهذا السكين شباب، خلينا نفرقه شوي، لانه بالفيديو اللي فات شباب اللي عملته بغير السيرفر ما 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 يعني ما فرقت فيه ولا شيء. هذا هو اوكي. طبعا هون لاحظت، خليني بس اشوف، هي تكون لحالها تمام. طب ماشي شباب، اذا غيرنا غير حابين نغير شيء مكان. اوكي تبقى اوكي. والله شباب هي شيء حلو كمان يعني الصراحه. نحط له شيء سكيل مثلا، شيء ثاني. اوكي اوكي، بس الصراحه شباب الحذاء ما عجبني، بغير الحذاء الان مباشره. الحذاء بدنا نغيره مباشره شباب، ضروري نغير مباشره، نظبط تعديلات عليها شباب. اكتبوا بالتعليقات شو بتحبوا نعمل تعديلات عليها شباب، اكتبوا مش عشان نعملها ان شاء الله اليوم على مسويت على اللايف. هات لشوف، هات لشوف، هات لشوف، هات لشوف، حط الحذاء هذا. ها هيك مش الحال. وجسر يلا خلينا انا وان. شو هكذا؟ شو قال؟ شو قال؟ انضم الى القتال، كن الاسطوره. انا وانت اوكي شباب، راح ندخل انا شخصيه تدريب البوكس. اوكي ندخل على التدريب ونجرب. يلا نجرب شباب، حابب اروح على هيك حمله المصارعه ولا ما اعرف شو اسمه. خلينا ندخل نشوف. يلا ليتس جو اساطيرنا. طبعا شباب لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات. اوكي يلا تعال هون، روح معلم تدريب. وينهم؟ جاي واحد الانضمام. طبعا شباب هي اول مره بجرب. اختار مجموعه، رسالة دعوه الكل. تعال يا وال، تعال يا وال، تعال 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 ابلع 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 ابلع. يلا جولة تل، يلا تا تا تا. ابلع 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 ابلع. يا اخي تا شباب انتصار. اوكي حاول مجددا. يلا تعالوا لي اللي بعده. عبد الله بن عبد الله مسدس، عبد الله مسدس، عبد الله مسدس. يلا شوف 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 شوف. تا تغول زولة جوا يا ول. تا ابلع. عم يرقص. شباب هو ما عنده شخصية كلا. انا عندي شخصية كلا شباب، ما في صراحة. هذا يلا راح اخرج معنا حبيبي حبيبي. بص ها شو عم بيعمل. والله حجيك تعال هون. وين ده؟ شو هاد؟ عم يدخل. تعال 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 تعال. ليه رحت؟ والله راح اقسم بالله. تعال روح لعنده شوي، ازعجه شوي بس. معلم لازم تحط شخصيتك. لا مرة خليني اشوف وين بده يروح. وين راح؟ وين اختفى؟ وين؟ اقسم بالله اختفى شباب. وين راح؟ معلم معلم يا اخي راح هذا. خلاص فكونا منه. لك يقول انت هذا، انت كنت اللي هناك. معقول هذا هو كان هناك شباب؟ حبايبي خليني ادخل هيك. حب يعني كل سكين بتجيبه مش بحب هيك ادخل يعني هيك هيك شيء هيك شيء شويه هيك شو هيك ون شتات شباب، نضرب شويه ون شتات. لازم ضروري شباب ضروري نبلش اي سكين اي شيء لازم هيك ضربه هيك هيك ون شات هيك. بس شايف ضروري هيك بس شوف شايف اللي بعده. هذا كمان معنا شو هذا هيك اللي بعده. في ناس مش موجودات. اولي ون باي ون باتش بخلاوة علينا هذول. بلعنا 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 بلعنا. تعال 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 تعال. وين شو عم بيعمل هذا؟ شكلهم الشباب يعني مش مصحصحين يا شباب، شكلهم كلهم نايمين شباب. صح شلون شكلهم كلهم نايمين يا صاحبي؟ الكل نايم شباب. اتا يا اخي مرحبا حسن يا اخي، شو عم بيصير معك؟ دوخته يا الله، دوخته دوخته دوخته. تعال ابو علي والله اسطوره يستاهل لك. ده بس اقتلك واقف شنيك. تعال 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 يا ولد. تعال ايجي 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 تعال. وين راح؟ هذا هو عليك البربرجي. هيرشا
ولد مين 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 هذا الخناق هذا؟ هون شو يسوي؟ تبعنا يا اخي شباب مرات بيجوا يوقفوا هون هذول. فات التلج هاي حط لهم اياها بوسط الساحه. هذا ولا شفتك تعال برك في اثنين. يلا شباب يكفي خلاص يكفي شباب هذول راح يكفي لليوم شباب يكفي. اوكي حبايبي الكرام هيك بيكون تم مقطع اليوم حبايبنا. ان شاء الله عجبكم المقطع يا اساطير. بتمنى من كل اسطوره اللي مش مشترك يشترك حبايبنا وتابعونا على الانستغرام شباب. ان شاء الله بنعمل دائما سحوبات مثلا حرق احداث مع احداث للمتابعين شباب وكثير من الاشياء شباب. نفس الوقت على البث المباشر على الفيسبوك شباب. سو نشوفك على خير. سلامات حبايبي.